مساءكم سعيد، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، معكم ايوب ابراهيمي من المغرب. واخيرا بات الحلم حقيقه، ارض المونديال اصبحت تتكلم العربيه. قطر رقعه جغرافيه صغيره فاح عطرها في كل بقاع العالم، مؤكده ان العرب والقطريين قادرين على احتضان كبرى التظاهرات العالميه. منذ أن أعلن سيف براتر عن دولة قطر كمستضيفة للكرة العالمية سنة 2022، أصبح الشغل الشاغل لدولة قطر إخراج نسخة استثنائية وخيالية سيتكلم عنها المشككون قبل الواثقون. حفل استثنائي وافتتاح خيالي، تلك قصة قطر والمونديال وملاعب أبهرت كبار النجوم. لأول مرة في تاريخ المونديال سيتكلم حفل الافتتاح بلغة عربية، بلغة القرآن، حيث تليت آيات الذكر الحكيم. كما تخللت هذا الافتتاح رقصات وأهازيج بكل اللغات والأهازيج، ولتؤكد بذلك قطر على انفتاحها على كل اللغات وكل الأديان، لتجعل الدوحة أرض التسامح والتعايش. فرغم كبوة العناب القطري أمام المنتخب الإكوادوري، إلا أن قطر أخرجت إلى العالم نسخة استثنائية ستظل في كل الأذهان، نسخة ربما ستكون الأفضل في تاريخ الكرة العالمية، في انتظار تألق عربي وإنجاز تاريخي ينضاف إلى إنجاز الأسود في مونديال 86 بقيادة الزاكي وبودربالة.